الشجرة الحزينة للصف الأول الابتدائي المنهج الجديد الترم الثاني 1441 هجرية 2020 ميلادية. في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون، وبينما كانت العصافير تطير فرحة لاحظ أحد العصافير أن الشجرة تبكي وقال: لماذا تبكين في يوم العيد؟ قالت الشجرة: جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. نادى العصفور أصدقاءه، وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها. فرحت الشجرة وقالت: شكرا لك أيها العصفور اللطيف، شكرا لك أيها العصفور اللطيف. الآن نستمع إلى النص. الشجرة الحزينة. في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون، وبينما كانت العصافير تطير فرحة لاحظ أحد العصافير أن الشجرة تبكي وقال: لماذا تبكين في يوم العيد؟ قالت الشجرة: جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. نادى العصفور أصدقاءه، وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها. فرحت الشجرة وقالت: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. الآن أترككم تستمتعون مع الفيديو. في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون، وبينما كانت العصافير تطير فرحة لاحظ أحد العصافير أن الشجرة تبكي وقال: لماذا تبكين في يوم العيد؟ قالت الشجرة: جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. نادى العصفور أصدقاءه، وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها. فرحت الشجرة وقالت: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وتابعوا قناة استراتيجيات التعلم مع دكتور سمير حسونة من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.